ما تمتلكه من مهارات استثنائية جعلها تعبر كافة المتطلبات المؤهلة للوظيفة على أكمل وجه. فأكملت البرامج التدريبية وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي ICAO في وقت قياسي، واجتازت بنجاح عدة دورات، وحصلت على عدد من الشهادات بمجال الطيران المدني. مريم الحمادي أول إماراتية تعمل في وظيفة ضابط مراقبة الحركة الجوية في الشارقة. خلال 3 سنوات فقط من انضمامها للعمل في دائرة الطيران المدني، الحمادي أصبحت تدير عملية الطائرات في برج مراقبة الحركة الجوية في مطار الشارقة، بما يضمن حركة آمنة وفعالة للرحلات الجوية. الشابة الإماراتية تعبر عن افتخارها بهذا الإنجاز، فتقول: هذا الإنجاز يزيدني مسؤولية ويحفزني على المساهمة في قطاع الطيران في الإمارات، مؤكدة: أنا أعتبر ذلك أكثر من مجرد إنجاز على الصعيد الشخصي. فكيف ترى قصة نجاح مريم الحمادي؟ للمزيد من المعلومات تابعونا على Financial Freedom Today.